أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج إكسترا اليوم على إكسترا نيوز. سأكون معكم على مدار ساعة قادمة نانسي نور. في هذا البرنامج نسلط الضوء على أهم الملفات سواء كانت المحلية أو العربية أو الدولية التي حدث بها أي تطورات على مدار اليوم في الفترة الماضية. البداية ستكون من زيارة وزيرة خارجية جمهورية تنزانيا إلى القاهرة. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي وعلى الحقوق التاريخية المكتسبة في مياه النيل، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يصون حق الأجيال الحالية والقادمة في مياه النيل المصدر الأساسي للمياه لمصر. وخلال استقباله وزيرة خارجية جمهورية تنزانيا، طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي نقل تحياته للرئيسة التنزانية سامية حسن، معربا عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة مع تنزانيا. أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بقوة الدفع التي تشهدها العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وما شهدته من تفعيل آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات. من جانبها، نقلت وزيرة الخارجية التنزانية رسالة خطية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيسة تنزانيا سامية حسن، تضمنت الإعراب عن تقدير تنزانيا الكبير لعلاقاتها التاريخية العميقة مع مصر، والحرص أيضا على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون بين الجانبين والتطلع للاستفادة من الخبرة المصرية العريضة في مجال المشروعات التنموية العملاقة. كما تضمنت الرسالة أيضا الإشارة إلى الموقف التنفيذي ومستجدات التعاون المشترك مع مصر لإنشاء سد جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرة خارجية جمهورية تنزانيا السيدة ليبراتا مولا، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ومشاركة مدير إدارة أفريقيا بوزارة الخارجية التنزانية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيسة التنزانية سامية حسن، معربا سيادته عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة مع تنزانيا، ومشيدا بقوة الدفع التي تشهدها هذه العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وما شهدته من تفعيل آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات. من جانبها، نقلت وزيرة الخارجية التنزانية رسالة خطية إلى السيد الرئيس من السيدة رئيسة تنزانيا سامية حسن، تضمنت الإعراب عن تقدير تنزانيا الكبير لعلاقاتها التاريخية العميقة مع مصر، والحرص على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون بين الجانبين، والتطلع للاستفادة من الخبرة المصرية العريضة في مجال المشروعات التنموية العملاقة. كما تضمنت الرسالة الإشارة إلى الموقف التنفيذي ومستجدات التعاون المشترك مع مصر لإنشاء سد جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك قضية سد النهضة، حيث شدد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي وعلى الحقوق التاريخية المكتسبة في مياه النيل، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يصون حق الأجيال الحالية والقادمة في مياه النيل المصدر الأساسي للمياه لمصر. كما استقبل وزير الخارجية سامح شكري نظيرته التنزانية ليبراتا مولا مولا، وعقد الوزيران جلسة مباحثات مؤكدين على عمق علاقات التعاون التي تجمع البلدين في المجالات كافة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك في ختام مباحثاتهما، قال شكري إن المباحثات مع الوزيرة التنزانية تناولت العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بجانب تبادل الرؤى حول القضايا محل الاهتمام المشترك والمشروعات التي تم التوافق عليها. أكد شكري أن هناك توافقا بين مصر وتنزانيا بشأن قضايا مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والحفاظ على سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
من جانبها أكدت وزيرة خارجية تنزانيا وجود تعاون مثمر مع مصر، خاصة في ضوء الزيارة الأخيرة لرئيسة تنزانيا إلى القاهرة والتي شملت توقيع عدد من مذكرات تفاهم. أشارت الوزيرة التنزانية إلى أن إنشاء سد جوليوس نيريري الذي تنفذه مصر يعكس العلاقات الراسخة والمتنمية بين الدولتين. أشارت أيضا إلى سعي بلادها لتعزيز التعاون مع مصر في قطاع الزراعة وتحقيق القيمة المضافة. كما قدمت الوزيرة التنزانية الشكر لمصر على استضافتها لمؤتمر المناخ المقبل باعتباره أول دولة إفريقية تقدم على هذه الخطوة. من أحداث إكسترا اليوم أيضا، التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أو ألقى عفوا كلمة خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مراسم تنصيب الرئيس العاشر لجمهورية الصومال الفيدرالية الرئيس حسن شيخ محمود. وفي كلمته أكد مدبولي أن العلاقات المصرية الصومالية علاقات استراتيجية وتاريخية ممتدة عبر العصور، حيث كانت مصر في طليعة الدول التي اعترفت باستقلال الصومال عام 1960. كما أكد مدبولي دعم مصر للجهود الوطنية الصومالية خلال الفترة المقبلة لتعزيز السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الإرهاب، وذلك من أجل تخطي الصومال لتحدياته الراهنة وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي في مستقبل مزدهر. هذا واستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراسم تنصيب رئيس الصومال، حيث نقل مدبولي في بداية اللقاء تهنئة وتحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الصومالي. أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مختلف صور الدعم والمساندة الممكنة للصومال الشقيق في كل المجالات، مضيفا أن مصر سوف تستمر في نهجها في مساندة الصومال والوقوف إلى جانب تطلعات شعبه. من جانبه طلب الرئيس الصومالي نقل تحياته البالغة للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يحرص دوما على دعم الصومال في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة. وأشاد شيخ محمود بالدور المصري التاريخي في مساندة الصومال، مؤكدا الحاجة إلى الدعم المصري للصومال في كافة المجالات التنموية وأيضا في مجال تدريب الكوادر المدنية والأمنية. هذا واختتم مدبولي لقاءه مع الرئيس الصومالي بنقل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الصومالي لزيارة مصر. الرئيس حسن شيخ محمود هو الرئيس العاشر للصومال وانتخبه البرلمان في منتصف الشهر الماضي بعد حصوله على غالبية الأصوات. We'll be right back.
في خضم الحديث عن الأخبار المحلية، سلمت وزارة الداخلية للنيابة العامة مقاطع مصورة داخل زنزانة المحكوم عليه علاء عبد الفتاح، والتي تثبت عدم صحة الادعاء بإضرابه عن الطعام، وأيضا عدم صحة الادعاء بعدم السماح له بدخول الكتب لمحبسه. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عددا من القوافل الطبية الموسعة إلى محافظات الدلتا وأيضا المحافظات الحدودية، حيث قامت مؤسسة مصر الخير عضو التحالف بتسيير قافلة طبية موسعة في محافظة جنوب سيناء، واستهدفت القافلة بالأساس المواطنين من ذوي الهمم في مدينتي الطور ونويبع، ونجحت القافلة في تقديم الخدمات العلاجية ل 1550 مواطن في كافة التخصصات وتقديم العلاج اللازم، كما تم تقديم المساعدات الخاصة بذوي الإعاقات الحركية والسمعية، وذلك من خلال تقديم المقاعد المتحركة في مختلف أنواعها والأطراف الصناعية المتنوعة، علاوة على تقديم علاج شامل مجاني لكافة الحالات مع إجراء كافة التحاليل والفحوصات اللازمة بالمجان. واستكمالا لهذه الجهود، قامت جمعية الدكتور مصطفى محمود بتسيير قافلة طبية أخرى إلى محافظة الغربية تحتوي على 9 تخصصات طبية متنوعة، حيث قام بمناظرة المواطنين فريق طبي متخصص على أعلى مستوى من التأهيل، بالإضافة إلى سيارات طبية مجهزة. ونجحت القافلة في تقديم خدمات الكشف الطبي لأكثر من 700 حالة من مختلف الأعمار. من أيضا أخبار إكسترا اليوم، أكدت شركة تاليس الفرنسية أن نجاح مصر في إطلاق القمر الصناعي نايلسات 301 سيعزز من ريادتها في مجال الأقمار الصناعية وخدمات البث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي بيان أوضحت الشركة أن القمر الجديد سيتيح فتح خدمات جديدة فوق جنوب إفريقيا وحوض النيل، بالإضافة إلى دخول نايلسات في سوق اتصالات النطاق العريض في مصر. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة تاليس ألينا سبيس هيرفي ديري إن مصر تعتبر من أكثر الدول تقدماً من حيث تقنيات الفضاء في إفريقيا والشرق الأوسط. T+ 40 seconds into the mission, Falcon 9 has successfully lifted off from Space Launch Complex. سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على تقرير البنك الدولي، والذي رفع خلاله توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لتتجاوز معدلات ما قبل كورونا، وذلك في خضم الأزمات الاقتصادية التي تضرب أكبر الاقتصادات العالمية. أشار المركز إلى أن البنك الدولي توقع أن يتجاوز معدل النمو للعام المالي الحالي معدلات نمو ما قبل جائحة كورونا، وهو الأعلى منذ 14 عاما، ليصل إلى 6.1% مقارنة ب 3.3% عام 2020-2021.
للمزيد من المتابعة والتفاصيل عبر الهاتف بينضم إلينا الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور هشام أهلا بك يا فندم. الخير، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. أشكرك. إحنا بنتكلم إن معدلات النمو ستعود إلى ما قبل جائحة كورونا اللي هو العام اللي بيتعلق ب 2020 2021، والحقيقة فكرة أن يعود معدل النمو إلى ما قبل جائحة كورونا مع وجود أصلا أزمات اقتصادية ده بيعتبر إنجاز جديد للدولة المصرية. خليني أتكلم مع حضرتك على يعني الأرقام تحديدا اللي تم نشرها من البنك الدولي، بنتكلم على 6.1% يا فندم. خلينا نتذكر انه العام الاخير قبل جائحه كورونا كان معدل النمو الاقتصادي لمصر 5.6%، وبالتالي لما تاتي تقديرات البنك الدولي اللي هي بالمناسبه تم رفعها، لانه كان تقديرات البنك الدولي في التقرير السابق كان في حدود 5.9%. البنك الدولي عدل تقديره لمعدل النمو الاقتصادي ليرتفع ل 6.1%، اخذا في الاعتبار انه تقديرات الحكومه المصريه 6.2%. وبالتالي احنا هنتجاوز ان شاء الله يعني معدل النمو الاقتصادي اللي تحقق قبيل الجائحه، وده زي ما حضرتك اشرتي بالضبط انه امر مهم جدا ان احنا مش بس نتعامل مع التحديات اللي بتواجه الاقتصاد المصري، لجزء كبير منها للاسف الشديد ناتج من التحديات اللي بتواجه الاقتصاد العالمي، سواء كان جائحه كورونا او الحرب المشتعله في اوكرانيا والعقوبات والعقوبات المضاده من كلا الجانبين. لكن مسألة هامة للغاية أن الاقتصاد المصري خلال هذه الأزمات يستطيع أنه مش بس يعمل معدل نمو اقتصادي، أخذ في الاعتبار أنه العديد من دول العالم خلال العامين الماضيين حققت انكماش، مش بس معدل إيجابي، حققت انكماش يعني معدل نمو بالسالب. فلما الاقتصاد المصري يستطيع أن مش بس أنه يحافظ على معدل نمو اقتصادي لكن كمان يرتفع لما كان عليه قبيل الجائحة، بالتأكيد أمر طيب للغاية. وده أتصور أنه عواملهمتعددة، أهمها وأبرزها أن الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع، لا صحيح. يعتمد على عدد محدود من قطاعات النشاط الاقتصادي، وده الحقيقه من الدروس المستفاده اللي احنا الحقيقه استوعبناها على مدار عقود طويله، حينما كان قطاع السياحه من القطاعات المؤثره بشده في الاقتصاد المصري. مهم جدا احنا نهتم بقطاع السياحه لكن لا نهمل باقي قطاعات النشاط الاقتصادي، لانه لما بتواجهنا تحديات او ظروف صعبه من العالم الخارجي، بالتاكيد لما الاقتصاد المصري بيكون متنوع ولديه اسواق متعدده بيتعامل معها، بالتاكيد ده بيحمل الاقتصاد وقت الازمات. وبالتالي الحقيقه امر طيب انه البنك الدولي يعدل من تقديراته ويشير الى انه معدل النمو الاقتصادي هيتجاوز ان شاء الله 6 أو 6.1%، بالتاكيد امر طبعا طيب، اخذا في الاعتبار انه كمان ما يصدر من البنك الدولي من تقارير بيكون محط اهتمام مؤسسات التقييم الدوليه ستاندرد بوز مودز فيتش، وبالتالي نتوقع انه هذه المؤسسات اللي هتصدر التقارير متتابعه اتصور انه هيكون الامر اكثر نعم. ايجابيه. طيب دكتور هشام لو سمحت لي، يعني يمكن حضرتك خلال حديثك ذكرت انه فكره ان يتم وصول معدل النمو ل 6.1% ده بيجعل اي دوله اقتصادها يقف يعني صلب امام اي تحديات او ازمات عالميه، ولكن خلينا نبسط المعلومه للمشاهد الكريم. لما نيجي نقول انه معدل النمو 6.1% على حسب توقعات البنك الدولي، ده هينعكس ازاي ايضا على الداخل يا فندم؟ طيب، هو بدايه معدل النمو الاقتصادي لما يكون مرتفع او لما يرتفع ده معناه ايه؟ معناه انه قدر ما انتجه المجتمع المصري من سلع وخدمات هذا العام بالمقارنه مع قدر ما انتجه المجتمع المصري العام الماضي بيتزايد. معنى كده انه المجتمع بيشتغل، بيتحرك، بيزيد من حجم العمل. ومعنى انه معدل النمو الاقتصادي بيرتفع انه في مش بس فرص للعماله بيتم توليدها وتخليقها، لكن كمان بيتم انتاج سلع اكثر. وبالتالي ده اللي بيساعد على مواجهه التحديات اللي ناتجه عن ارتفاع الاسعار العالميه. خلينا شيء عدد من المشروعات القوميه اللي انخرطت فيها مصر خلال السنوات المعدوده الماضيه، سواء كان ما يتعلق بقى بمشروعات الاستزراع السمكي، الثروه، الداجنه، الانتاج الحيواني، ما يتعلق بالصوب الزراعيه، زيادة الرقع الزراعية، الاهتمام بالتوسع الرأسي بالانتاجية جنب إلى جنب مع التوسع الأفقي، ده كله بيترجم في زيادة معدل النمو الاقتصادي. أخذا في الاعتبار إنه كمان الحقيقة كما أشرت إنه تقريبا كل قطاعات النشاط الاقتصادي بها معدل النمو إيجابي. يعني دي من الأمور الهامة للغاية مع تركيزنا التام للثلاث قطاعات الأساسية اللي بتندرج في إطار المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي وهو الإصلاح الهيكلي، قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بالتأكيد دول من القطاعات اللي بتوليهم الدولة المصرية اهتمام كبير
في الوقت الحالي. يمكن بالأمس كنا بنتحدث عن مرور 8 سنوات على تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة جمهورية مصر العربية يا دكتور، والحقيقة أنه يعني ده بيصادف أن احنا النهاردة بنتحدث عن وصول معدل النمو ل 6.1%، وكون حضرتك بتتحدث عن القطاعات خليني أتكلم مع حضرتك خلال 8 سنوات إيه القطاعات اللي تم إعطائها أهمية أثرت على معدل النمو ورفعته بهذا الشكل؟ بالتأكيد قطاع الطاقة. يعني قطاع البترول والغاز جنبا الى جنب مع قطاع الكهرباء الحقيقه كان من القطاعات اللي حدث بها تطور غير طبيعي، واذا لم يكن هذا التطور قد حدث اتصور انه الاقتصاد المصري مش بس انه ما كانش هيستطيع انه يتحمل التحديات اللي بتواجهنا على المستوى الدولي، لكن كمان اتصور انه كان حال المواطن هيبقى في مشكله كبيره، لان احنا بنتكلم على كهرباء كانت بتنقطع صحيح. على المنازل على المصانع، بنتكلم على طوابير كانت موجودة على محطات البنزين، بنتكلم على غاز وبوتاجاز كان بيتم استيراده من الخارج. قطاع الطاقة كان بيتم تدبير له 18 مليار دولار سنويا منذ 8 أعوام للاستيراد. هذا القطاع حاليا به فائض في الميزان التجاري، وارتفاع أسعار الغاز الحقيقة كان من العوامل اللي وضحت إلى أي مدى اهتمام مصر به قطاع الطاقة البترول والغاز على وجه التحديد. حمى مصر الحقيقة بشكل كبير للغاية أنه هذا القطاع أصبح حاليا من القطاعات اللي بتولد مزيد من النقد الأجنبي. أتصور أنه كان الوضع هيبقى كارثي إذا لم تهتم مصر بهذا القطاع الهام اللي الحقيقة كان من القطاعات الرئيسية اللي ضغط على الوضع الاقتصادي، وحاليا هو من القطاعات اللي بتساند بقوة الوضع الاقتصادي حاليا. طيب أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الحقيقة على كل ما تفضلت به من تفاصيل. الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار كنت ضيفنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك يا دكتور. خلينا نسلط مع حضراتكم ضوء على آخر التطورات الخاصة بالشأن العربي، وأعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون عن بدء الاستشارات النيابية في الأيام المقبلة لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وطلب الرئيس اللبناني الحكومة الجديدة بمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولية. جاء ذلك خلال استقباله اليوم في قصر بعبدة وفدا ضم سفراء دول الدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد. لفت عون إلى أن عامل المال لعب دورا في مسار الانتخابات النيابية الأخيرة، موضحا أن المجلس الدستوري سيفصل في الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات وفق القواعد الدستورية المعتمدة. وإلى لبنان أو إلى الأردن عفوا، شارك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في احتفال القوات المسلحة بمناسبة عيد الجلوس الملكي ويوم الجيش الأردني. أقيم الاحتفال بصرح الشهيد، كما وضع العاهل الأردني إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول وكتب كلمة في سجل الشرف أكد فيها على اعتزازه بجهد القوات المسلحة الأردنية وصلابتها. وكالعادة الملف الروسي الأوكراني حاضر معنا في هذه الحلقة ومتابعة لآخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتداعياتها ميدانيا واقتصاديا أيضا. في آخر التطورات الاقتصادية الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية، أكد البنك المركزي الأوروبي عزمه رفع الفائدة في اجتماع السياسة النقدية في يوليو بقيمة 25 نقطة. توقع المركزي الأوروبي زيادة الفائدة مرة أخرى في اجتماع سبتمبر، كما خفض البنك تقديراته للنمو بمنطقة اليورو إلى 2.8% هذا العام، وتوقع وصول التضخم السنوي إلى 6.8% مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في مارس والبالغة 5.1%.
من جانب آخر، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الغرب الذي لا يريد أن يفقد هيمنته يقاوم بشراسة لتشكيل عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب. قال وزير الخارجية الروسي أن مسألة تشكيل عالم متعدد الأقطاب ذات أهمية خاصة اليوم، مضيفا أنهم يشهدون مقاومة شرسة للتغييرات الجارية من جانب الدول التي لا تريد أن تفقد مركزها المهيمن في نظام العلاقات الدولية. أشار لافروف إلى أنه من المهم خلال القرار للوضع العالمي الانتباه إلى القيم والعوامل الثقافية للتغيرات العالمية. كان لافروف أوضح في وقت سابق أن تطورات الأوضاع حول أوكرانيا هي معركة لولادة نظام عالمي جديد. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من موسكو حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز. حسين، برحب بك إذن معنا في هذه الحلقة، ودعني أبدأ معك بالتصريحات الخاصة بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والحديث عن عالم ديمقراطي كما وصفه متعدد الأقطاب، تفضل. نعم، تحياتي نانسي. بالفعل روسيا تنظر إلى تاريخ 24 من فبراير الماضي، أي تاريخ إعلان القوات الروسية عملية عسكرية خاصة لتحرير أوكرانيا من الأهداف التي وضعها الرئيس بوتين. هذا التاريخ ليس كما قبله، هذا ما يؤكده جميع المسؤولين هنا في الداخل الروسي. كلام وزير الخارجية سيرجي لافروف حول مقاومة الغرب بشكل شرس لتشكيل أقطاب جديدة على الساحة الدولية يأتي بالتزامن مع فرض الغرب المزيد من العقوبات على روسيا. أيضا الوزير لافروف اعتبر أن الأقطاب الجديدة التي تتألف على الساحة الدولية يجب أن تنظر بشكل جيد إلى القيم الثقافية للدول وللأقطاب الجديدة التي تتشكل. وهذا الحديث الذي قاله الوزير لافروف يتزامن أيضا مع لقاء رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين مع رجال أعمال روس من فئة الشباب. بوتين قال إن روسيا ستكون أفضل بعد 10 سنوات. أيضا بوتين أشار إلى أن الغرب لا يستطيع وضع سياج حول روسيا، لدى روسيا المزيد من الدول الحليفة، لا يمكن عزل روسيا عن باقي دول العالم. أيضا بوتين حمل مسؤولية ارتفاع الأسمدة وارتفاع أسعار ناقلات الطاقة إلى الغرب، وأيضا قال أن الغرب يتحمل مسؤولية هذا الارتفاع نتيجة إخفاقاته في التصرف وفي التعامل مع روسيا. وأشار بوتين إلى أن أي دولة لا يمكنها اتخاذ قرارات استراتيجية وسيادية هي ليست دولة بل تعتبر مستعمرة. هذا التصريحات التي تم نشرها منذ قليل عبر وسائل إعلام روسية للرئيس الروسي تأتي في إطار لقاء الرئيس بوتين مع رجال أعمال من فئة الشباب. الرئيس بوتين يعمل على تأمين المجتمع الروسي من الداخل بالتزامن مع التقدم التي تحرزه القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية. الرئيس بوتين طلب من رجال الأعمال الشباب أيضا إلى الاستثمار وإلى الوقوف إلى جانب الشعب الروسي في مواجهة العقوبات الغربية. أيضا بالمقابل الرئيس بوتين أكد على وقوف الحكومة الروسية إلى جانب رجال الأعمال عبر تقديم الحكومة المزيد من الدعم المالي لرجال الأعمال الروس بشكل خاص، وأيضا لرجال الأعمال الأجانب الذين يتبعون إلى الدول الحليفة لروسيا، كون أن الحكومة الروسية نانسي تعمل بشكل يومي على جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين إلى الداخل الروسي. الحكومة الروسية قدمت المزيد من التحفيزات للشركات الأجنبية لكي تستثمر هذه الشركات داخل السوق الروسي. وما سنشهده في الأشهر المقبلة سيكون مزيد من الوقوف أو مزيد من المواجهة لروسيا تحديدا في الاقتصاد وفي مواجهة العقوبات الغربية. نعم ناس. ولكن يعني حسين، دعني ربما أو دعنا نقف عند هذه الجملة المتعلقة بعالم ديمقراطي متعدد الأقطاب كما ذكرها سيرجي لافروف. هذه الجملة تحديدا كيف تناولتها وسائل الإعلام في الداخل الروسي؟ لأي مدى يعني هي رسالة واضحة أن هناك إعادة لتقسيم التحالفات في العالم؟ إلى أي مدى هي رسالة واضحة أن هناك دول أصبحت متحالفة بشكل أساسي مع روسيا ودول غير صديقة أو عدائية كما وصفها بوتين سابقا؟
نعم نانسي، كما تعلمي الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية إلى الدول العربية تحديدا الدول الخليجية تأتي أيضا في إطار البحث الروسي عن دول حليفة لروسيا لتعزيز الشراكات الاستراتيجية والشراكات الاقتصادية بين روسيا وبين هذه الدول. أيضا الزيارة الأخيرة للافروف إلى الصين والهند أيضا تم تصنيفها في إطار البحث الروسي عن المزيد من التعاون مع الصين ومع الهند. روسيا تعول بشكل كبير على الدخول الصيني إلى السوق الروسي. بالفعل بعد التاريخ 24 من فبراير بدأت تتشكل أقطاب جديدة على الساحة الدولية. ملامح هذا التشكيل لم تظهر حتى الآن بالرغم من فرض الغرب المزيد من العقوبات وأيضا بالرغم من محاولة الغرب الحجز على الأصول الروسية في الخارج، إلا أن روسيا تبحث عن المزيد من الدول الصديقة والدول الحليفة لها. أبرز هذه الدول هي الصين والهند وباكستان وجنوب أفريقيا إضافة إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق. روسيا تؤكد وأيضا في المنتدى الأوراسي الذي شارك فيه الرئيس بوتين عبر تقنية الفيديو، الرئيس بوتين طلب من الدول الأعضاء في منتدى الأوراسي لتعزيز الاتفاقيات وتحديدا في مجال الأمن والاقتصاد بين روسيا وبين هذه الدول. روسيا تقدم المزيد من التحفيزات للدول ليتم التحالف أكثر معها. نعم. طيب أخيرا حسين وسريعا أيضا في ذات الوقت دعني أتحدث معك ربما عن آخر التفاصيل المتعلقة بنفي ديمتري بيسكوف ما يتعلق بوجود أي معلومات بشأن الأسرى الأوكرانيين الذين استسلموا الشهر الماضي. نعم نانسي، بالنسبة للأسرى الأوكرانيين الذين استسلموا في مصنع أزوفستال إلى القوات الروسية، لغاية الآن روسيا لم تبحث مصير هؤلاء الأسرى، بل على العكس روسيا أكدت أنها ستقدمهم إلى المحاكمة نتيجة الجرائم التي اقترفوها بحق شعب منطقة الدنباس وبحق شعب إقليمي دونيتسك ولوغانسك. اليوم حكمت المحكمة العليا في إقليم دونيتسك على 3 مقاتلين أجانب، 2 من الجنسية البريطانية و1 من الجنسية المغربية، حكمت عليهم المحكمة بالإعدام نظرا إلى الجرائم البشعة كما أعلنت المحكمة التي اقترفوها بحق سكان إقليم دونيتسك. لغاية الآن روسيا ستوجه أو ستوجه هؤلاء الأسرى إلى المحكمة نظرا إلى الجرائم التي اقترفوها. في حال أراد الجانب الأوكراني تبادل الأسرى الروس مع الأسرى الأوكرانيين، هذا الأمر سيتم مناقشته عبر الوفدين المفاوضين الوفد الروسي. نعم ربما هذا سيتضح في الأيام القادمة. أنا بشكرك شكرا جزيلا من موسكو حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز، كنت معنا إذن في هذه الحلقة من إكسترا اليوم. وننتقل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام أيضا لمعرفة آخر التطورات من الجهة الأوكرانية. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن الملايين قد يموتون جوعا بسبب حصار روسيا للموانئ على البحر الأسود، محذرا من أن العالم على شفا أزمة غذاء مروعة مع عدم قدرة كييف على تصدير كميات كبيرة من القمح والذرة والنفط ومنتجات أخرى كانت تقوم بدور داعم لاستقرار الأسواق العالمية. أضاف زيلينسكي أن هذا يعني احتمالية حدوث نقص فعلي في المنتجات في العشرات من دول العالم، فيما قد يتضور ملايين الناس جوعا إذا استمر الحصار الروسي في البحر الأسود. على جانب آخر، أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية أن صادرات الحبوب انخفضت بنحو النصف في الأيام 7 الأولى من يونيو الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021 إلى 252 ألف طن. كانت أوكرانيا تصدر ما يصل إلى 6 ملايين طن من الحبوب قبل العملية العسكرية الروسية، وقد تراجعت الكميات منذ ذلك الحين بنحو مليون طن بعد أن اضطرت أوكرانيا على نقل الحبوب بالقطارات إلى حدودها الغربية أو عبر موانئ الصغيرة على نهر الدانوب. أيضا للمزيد من التطورات والتفاصيل من كييف ينضم إلينا محمد الزاوي مراسل إكسترا نيوز. محمد برحب بك طبعا معنا في هذه الحلقة من إكسترا اليوم، ودعني أبدأ معك بآخر التطورات المتعلقة بتصريحات زيلينسكي حول الأزمة الخاصة بالحبوب والذرة في الداخل الأوكراني وتصديرها إلى باقي دول العالم، تفضل. ما زال الجانب الأوكراني يكيل الاتهامات طبعا للجانب الروسي بالمسؤولية عن ما يحدث حول أزمة الحبوب العالمية، حيث يقول الجانب الأوكراني أنه من خلال هذه الحرب ومن خلال
الحصار المفروض على الموانئ الأوكرانية قد منع الجانب الأوكراني أوكرانيا من تصدير منتجاتها الزراعية إلى مختلف دول العالم. وكما هو معلوم فإن أوكرانيا تعتبر من أكبر الدول المصدرة للحبوب في العالم، سواء إلى منطقة الشرق الأوسط، إفريقيا وكذلك آسيا. الجانب الأوكراني طبعا الآن يتم الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول ممر آمن تمر أو يمكن أن تمر عبره السفن الأوكرانية أو سفن دول الشركاء من أوكرانيا إلى دول أخرى تنقل الحبوب الأوكرانية. لكن هذا يبدو أن الجانب الأوكراني يطلب ضمانات كبيرة جدا بأن الروس لن يستغلوا هذا الممر الآمن من أجل مهاجمة الموانئ الأوكرانية ومن ثم الدخول إلى مناطق أوكرانية. يتم الحديث بشكل أكبر عن ميناء وموانئ مدينة أوديسا جنوب البلاد. طبعا تبقى هذه الأزمة الآن متوقفة، المباحثات بشأنها تتعدد مع أطراف مختلفة. يتم الحديث عن محادثات أوكرانية تركية وكذلك محادثات يمكن أن تساهم فيها الأمم المتحدة. الرئيس زيلينسكي أيضا كان أمس قد تحادث مع المستشار الألماني، وكان بين النقاط الرئيسية أيضا أزمة الحبوب من ضمنها، حيث يرى الجانب الأوكراني أنه يجب على الأوروبيين والغرب الضغط على روسيا من أجل رفع الحصار المفروض على الموانئ الأوكرانية. نعم، ولكن ذلك يجعلنا نسأل أيضا عن الداخل الأوكراني محمد. يعني بالتأكيد هناك أزمة اقتصادية كبيرة يعيشها الداخل الأوكراني بسبب عدم تصدير هذه الحبوب والذرة، وبالتالي عدم وجود دخل مردود من هذا التصدير. طبعا التداعيات الاقتصادية كبيرة جدا منذ بداية هذه الحرب على أوكرانيا. كل القطاعات تعاني بسبب التدمير الواسع للبنى التحتية للكثير من المصانع، للكثير من الشركات، وكذلك بعد سيطرة روسيا على مناطق مهمة مثل منطقة خرسون في الجنوب والعديد من المدن أيضا المهمة، ماريوبول في الدنباس، والآن تتقدم بخطى ثابتة للسيطرة على مدينة أيضا سيفيرودونيتسك المهمة. أيضا هناك العديد من المصانع التي كانت تنتج الحديد والصلب وغيرها من المواد قد توقفت تماما. الاستهداف الروسي مثل ما يقول الجانب الأوكراني كان واسعا، وكان بالأساس يستهدف تلك المؤسسات المنتجة والمصانع المنتجة وكذلك الشركات التي كان يعمل بها الملايين من الأوكرانيين. نعم، طيب محمد، يعني أيضا دعني أسألك إن كان هناك أي تطورات خاصة ميدانيا في الداخل الأوكراني، أو أي أيضا تطورات خاصة باحتمالية وجود مفاوضات أو أي شيء من هذا القبيل؟ هو المعركة الآن باتت متركزة في المنطقة الشرقية بشكل أساسي. الحديث الآن وكل الاهتمام يدور عن مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة بمقاطعة لوهانسك في إقليم الدنباس. هناك تقدم كبير جدا للقوات الروسية التي دفعت بالعديد من التعزيزات العسكرية خلال الأيام الأخيرة وخلال الساعات الماضية، الساعات 24 وفق ما أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، فإن الهجوم الروسي زاد بكثافة، سواء من خلال القصف الصاروخي، القصف المدفعي، والقصف بقذائف الهاون. الحاكم العسكري لمنطقة لوهانسك قال بأن مواقع الجيش الأوكراني وكذلك البنية التحتية هناك تتعرض على مدار الساعة للقصف. هناك تراجع واضح وفق البيانات العسكرية الأوكرانية في تلك المدينة، وأصبح التواجد الأوكراني ربما يتواجد في المنطقة الصناعية لسيفيرودونيتسك وربما المناطق المحيطة بها. لذلك الساعات المقبلة وربما الأيام ستكون حاسمة في هذه المعركة التي وصفها الرئيس الأوكراني بأنها واحدة من أصعب المعارك في هذه الحرب. طبعا يبدو أن الجانب الروسي يسعى للسيطرة في غضون يومين وفق ما قالت الاستخبارات الأوكرانية. هدف السلطات الروسية الآن هو السيطرة على هذه المدينة بحلول 10 يونيو، ومن ثم الانطلاق إلى مدن أخرى في المنطقة. نعم، طيب ربما دعني أخذ منك وجهة النظر
الأوكرانية فيما يتعلق بتكذيب أو نفي ديمتري بيسكوف عن وجود أي أسرى أوكرانيين تم تسليمهم الشهر الماضي المتعلقين تحديدا بمصنع أزوفستال؟ ما صدى هذا في الداخل الأوكراني محمد؟ لحد الساعة من الجانب الرسمي لا يوجد تصريحات من قبل المسؤولين بشأن عملية تبادل الأسرى ما بين الجانب الروسي وكذلك الجانب الأوكراني. ما تم الحديث عنه إعلاميا خلال الأيام الماضية هو تبادل لجثث القتلى من الجنود سواء الأوكرانيين الذين كانوا يتواجدون أو كانت تتواجد جثثهم في المناطق التي تسيطر عليها روسيا، في مقابل طبعا تقديم أوكرانيا لجثث جنود روس كانوا قد قتلوا خلال المعارك في مختلف المناطق التي يسيطر عليها الجانب الأوكراني. ما عدا ذلك طبعا لا يوجد أي تصريحات رسمية بشأن هذه القضية التي تبدو حساسة لكلا الجانبين، وكل طرف يريد فيما بعد استغلالها لصالحه، خاصة إذا أدركنا الأهمية الكبيرة التي يكتسيها المقاتلون الذين كانوا في منطقة ماريوبول والذين قاموا بوقف ربما الهجمات الروسية على مدار أكثر من 3 أشهر. أنا بشكرك شكرا جزيلا محمد الزاوي مراسل إكسترا نيوز، كنت معنا إذن من كييف، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. إذن تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي، ما يدفع ملايين البشر إلى حافة الجوع في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة في جميع أنحاء العالم. المزيد في هذا العرض مع همام مجاهد. أهلا بحضرتكم. دق برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو ناقوس الخطر للتحذير من تفاقم أزمة الغذاء على نطاق واسع. التقرير المشترك للمنظمتين الدوليتين أشار إلى أن الطقس المتطرف والصدمات الاقتصادية وكذلك أثار الأزمة الروسية الأوكرانية يدفع ملايين الأشخاص في أنحاء العالم إلى الفقر والجوع، ليطلق دعوات إلى اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة في 20 نقطة ساخنة للجوع، متوقعا تفاقم الجوع الحاد في الفترة من يونيو إلى سبتمبر من هذا العام. التقرير حذر أيضا من أن الأزمة الأوكرانية فاقمت الارتفاع المضطرد بالفعل في أسعار المواد الغذائية والطاقة في جميع أنحاء العالم، بما يؤثر على الاستقرار الاقتصادي في جميع المناطق، كما توقع أن تكون تلك الآثار حادة تحديدا في المناطق التي يترافق فيها عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع الأسعار مع انخفاض إنتاج الغذاء بسبب الصدمات المناخية مثل حالات الجفاف المتكررة أو الفيضانات. أمريكا اللاتينية واحدة من أكثر المناطق التي يهددها الجوع، حيث ذكرت وكالة أممية أن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في أمريكا اللاتينية وفي منطقة البحر الكاريبي يهددان الأمن الغذائي لحوالي 7,800,000 شخص، ما قد يرفع إجمالي المهددين في المنطقة إلى أكثر من 86 مليون شخص. ووفقا لأحدث الإحصائيات، ارتفع الفقر في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من 29.18% عام 2018 إلى 33.17% هذا العام، والفقر المدقع من 10.14% إلى 14.19% خلال الفترة نفسها. ومن المتوقع أن ينمو التضخم الإقليمي في المنطقة من 6.16% عام 2021 إلى 8.1% هذا العام. أما توقعات النمو التي ارتفعت بنسبة 6.13% عقب جائحة كورونا فانخفضت مرة أخرى إلى 1.18% خلال هذا العام. مشاهدينا، كان هذا عرضا لأزمة الغذاء العالمية وتداعياتها وآثارها على دول العالم. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة. وما زلنا مع حضراتكم في آخر التطورات الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية، وقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلغاء شرط بيع المصدرين 50% من أرباح العملات الأجنبية، وسيتم تحديد هذه الحصة من قبل لجنة حكومية. وفي النسخة الأولى من المرسوم المؤرخ في 28 من فبراير الماضي، تم تحديد حصة البيع الإلزامي لعائدات النقد الأجنبي من قبل المصدرين عند 80%، وتم تخفيضه فيما بعد إلى 50%.
وفي السياق ذاته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تسعى لاستعادة وتعزيز سيادتها على أراضيها. وخلال اجتماعه مع عدد من رواد الأعمال الشباب ومطوري الشركات الناشئة، شدد بوتين على أن الاقتصاد الروسي سيكون مفتوحا ولن تتكرر أو تكرر البلاد أخطاء الماضي. نذهب مع حضراتكم الآن لإلقاء المزيد من الضوء عن آخر التطورات الرياضية، ويواجه المنتخب الوطني بعد قليل نظيره الإثيوبي في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 والتي ستستضيفها كوت ديفوار. من المقرر أن يبدأ المنتخب الوطني المباراة بتشكيل المكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع عمر جابر، محمود حمدي الونش ومحمود علاء، أيمن أشرف، وخط الوسط عمرو السلية وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة. أما خط الهجوم عمر مرموش، أحمد سيد زيزو ومصطفى محمود أو محمد عفوا. هذا وتشهد تصفيات أمم أفريقيا اليوم عدة مباريات، أبرزها المغرب ضد جنوب أفريقيا وبوروندي ضد الكاميرون. ومشاهدينا الكرام، بهذا تكون انتهت هذه الحلقة من إكسترا اليوم. كنت معكم على مدار ساعة ماضية أنسي نور. إلى اللقاء.